كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أظن بأن ابتسامة ديالي وأن المهرجان هو مهم جدا، لأن احنا دابا الآن أولا تنشوفوا كاين استمرارية، احنا دابا في الدورة 11، وتنظن والجميل أن في الافتتاح قدموا أفلام ديال السيناريوهات اللي كانوا في الورشات ما قبل هذه الدورة. فهذا المهرجان ديال الشباب اللي كتبوا سيناريوهات وقدموا أفلام، وهذا تيدل بأن كاين تكوين في هذا المهرجان، كاين عدة أشياء مفيدة للسينما المغربية. هذه الأولى. ثانيا تنشوفوا بأن كاين لقاء ديال عدة نساء اللي جاوا من العالم كله، تيتلاقاو تيتكلموا تيناقشوا مواضيع ومشاكل السينما العالمية وسينما المرأة بالخصوص. بالنسبة للتمثيل والمواضيع اللي تطرح، تتلقى بأن المرأة دائما سادين عليها في واحد الصورة، واحد الشكل، إما الأم الحنونة، إما الأخت، إما البنية اللي راضين عليها والديها، ولا مازال ما لقينا شي واحد ممكن يتكلم على أشياء أخرى. ممكن طبعا الحال المرأة المناضلة، ولكن ربما داكشي علاش تنقول مزيان الى هذا الميدان تفتح للمراه باش ممكن تعالج اشياء اللي تتحس بها. مهرجان سينما المراه بمدينه سلا تعطي فرصه للمتلقي المغربي، المتلقي ديال مدينه سلا والرباط، انه يتعرف على اخر الانتاجات السينمائيه يعني بطابع نسوي من مختلف العالم، وهذا شيء يحسب للمهرجان. نسبة مشاهدتي للدراما المغربية، أولا أنا يعني أنا عندي حاجة تخصني كده بالنسبة للشعب المغربي والفنانين المغاربة. أنا في بداية حياتي الفنية كنت طفلة في معهد فنون مسرحية، يعني لسه داخلة 18 سنة، لأني أنا رفضت أن أنا أخش الجامعة ودخلت معهد فنون مسرحية، فجات لي بطولة مسلسل في المغرب وأنا كنت لسه صغيرة، يعني مسلسل اسمه إدريس الأكبر. حقيقي المسلسل ده كان بالنسبة لي حالة مختلفة تماما. كانت هذه فعالية اليوم الثاني للدورة 11 لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا. كانت معكم جوري بناني من قناة كاب 24 الرباط.